الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، حان الوقت لنتعرف على البطل، على الفريق الفائز لهذا السوبر المصري السعودي. هل ينجح الزمالك أم ينجح الهلال؟ ركلات الترجيح هي الفيصل. هذا اللقاء نشاهد نرى نتابعنا. إيجالو على تنفيذ الركلة الترجيحية الأولى عتيب نادي الهلال. إيجالو معواد، هنا إيجالو يتقدم. إيجالو حطى إيجالو من ما يسير نحو المرمى بثقة في انفراداته وحتى في ركلاته الجزائية أو الترجيحية. نادي الزمالك هل يتصدى المعيوف أم أن لاعب نادي الزمالك يضع الكرة في المرمى؟ المعيوف زيزو، المعيوف في نظرة وما بعد النظرة من جانب زيزو، تسديدة والتسديدة في كرة زيزو وفي تسديدة زيزو، وبالتالي الكرة الأولى للزمالك تضيع عن طريق الهدف. ثانية لمصلحة نادي الهلال، سالم الدوسري على اعصار قوية سيضع الكرة، الدوسري على التنفيذ، سالم الدوسري من اجل الثانية، سالم والتسديدة، يا سلام، ضع الكرة بعقل في اللقطة الماضية ليسجل الركلة الترجيحية الهلالية الثانية، مميزة كانت عسارة ليسجل الهلالي، ليسجل الزعيم الركلة الترجيحية الثانية. الركلة الترجيحية الثانية لمصلحة نادي الزمالك. شيكا أمام المعيوف، هنا التسديدة اليمينية مميزة، جول، حط في الشباك الهلالي. محمد أشرف نعم كانت في الشباك ليقلص الزمالك الفارق، يقلص الزمالك الفارق في هذه اللحظات. دعوات في المدرجات، الكل واقف هنا وينظر ويتابع الركلة الترجيحية الهلالية الثالثة الآن. لوسيانو فيما يبدو ترجيحية الثالثة للهلال، الثالثة عواد لوسيانو قال لا، ليس في كل مرة، الثالثة كانت ثابتة لعواد من أمام لوسيانو، تصدى. نعم عواد يلعب ثالثة. ما الذي حدث؟ هل تحرك عصيانو هذه المرة؟ هل يختار نفس الزاوية أم أن عواد يكون له بالمرصاد؟ هنا لوسيانو حطى صح هذه المرة في نفس الزاوية ولكن بشكل مستحيل. لوسيانو ركلة الترجيح الثالثة للهلال من جانب لوسيانو، الثالثة للهلال من جانب لوسيانو، الركلة الترجيحية الثالثة لمصلحة نادي الزمالك، الركلة الترجيحية الثالثة. رد المعيوف قال لا للكثير، أنا عبد الله المعيوف، هكذا قالها وترجمها بتصديه في الكرة الماضية. المعيوف يبقي الأمال كبيرة، الأمال الهلالية كبيرة، 3-1 والرابعة من كاريو، لو دخل فيه من أجل لقب آخر يضاف إلى خزينة الهلال من أجل الحظوظ. أم أن كاريو خلاص بطلا على حساب نادي الزمالك بركلات الترجيح. هذا الهلال كبيت من الشيء، هذا اللقاء ببطولة عن طريق كاريو الذي يسجل الركلة الترجيحية الرابعة لينهي الأمور.